هل تعاني من قلة المبيعات بالفترة الأخيرة في موقع إيباي؟ لا تقلق، في هذا الفيديو سأطلعك على 7 طرق لزيادة مبيعاتك في متجرك بموقع إيباي. مرحبا، أنا رضا عازم من كامبوست أكاديمي. عادة في مجال التجارة الإلكترونية لا يوجد اتصال مباشر بين الزبائن والتجار، لذلك اكتساب ثقة الزبائن هي أهم العوامل لنجاحك في مشروعك. العوامل الأساسية لكسب ثقة الزبائن هي: العامل الأول جذب انتباه الزبائن من خلال صور واضحة للمنتجات. عادة صورة المنتج هي أول بند يرونه الزبائن، لذلك مفضل إدخال صور قدر الإمكان، وإيباي يسمح إدخال 12 صورة للمنتج. صور المنتج من عدة زوايا. من الجدير بالذكر، صور غير واضحة للمنتج ستقلل احتمال الزبائن الشراء منك وستعمل ضرر على حسابك، وقد تقدمكم للزبائن كتجار غير مهنيين. العامل الثاني، احرص على إعلان صفحات مبيعات واضحة ومنظمة. تأكدوا من عنوان المنتج، مربع وصف المنتج. لا تكثروا الكتابة في مربع وصف المنتج لكي لا تضللوا الزبائن، واكتبوا التفاصيل الحقيقية للمنتج. العامل الثالث، اعلنوا وقت معالجة الشحن من 1 إلى 3 أيام. الكثير من الزبائن تترك صفحة الدفع للمنتج عند انتباههم لوقت طويل لمعالجة الشحن، لذلك اعلنوا اوقات معالجة شحن قصيرة ليروا الزبائن انكم تهتموا في شحن المنتج باسرع وقت ممكن. العامل الرابع، عرض شحن مجاني لمنتجاتكم. الكثير من الزبائن يعتبرون نفقات الشحن نفقات غير ضرورية، حتى أنهم يقومون بشراء منتجات فقط يتم تقديم شحنها مجانا. يمكنك تقديم شحن مجاني وإضافة تكلفة الشحن إلى تكلفة المنتج. العامل الخامس، عرض وثيقة إرجاع واضحة وسخية. لا أحد يحب الإرجاع، حتى الزبائن لا يحبون إرجاع المنتجات التي يشترونها، ومع ذلك فإن العديد من الزبائن يفضلون دفع أكثر مبلغ مال ومعرفة أنهم بأمان في حالة حصول أي خطأ وتتطلب عودة المنتج. وثيقة الإرجاع هي عبارة أنك مسؤول عن المنتج الذي تبيعه، وبالتالي هو جانب هام من اكتسابك الثقة لزبائنك. العامل السادس، تحقق من تقييم وتفاصيل حسابك. الزبائن المتحضرين زبائن جدا ذكية، حتى بعد أن وجدوا منتج يناسبهم مع أوقات الشحن ومعالجة الشحن التي تناسبهم، سيتحققوا أيضا عن حالتك كتاجر. إذا كان لديك تقييم جيد وأكثر من 100 مبيعات، حتما سيشتروا منك وسوف تبدو لهم تاجر مهني. وإذا كان يوجد لديك تصنيف منخفض أو فيدباك سلبية، عليك العمل جاهدا لبناء الثقة مع زبائنك. أيضا في الصفحة الرئيسية لحسابك الشخصي يوجد لديك الإمكانية كتابة نبذة عن متجرك وما هي المنتجات التي تبيعها في متجرك. بإمكانك كتابة 250 حرف أيضا لهذا الزبائن تنتبه إليه. العامل السابع، خدمة زبائن جيدة. كونوا مهذبين ومستمعين لزبائنكم. عندما الزبائن تراسلكم، هذه هي فرصتكم لكسب ثقتهم وإجراء اتصال شخصي مع الزبون. في بعض الأحيان الزبائن تريد أن تشعر أنه يوجد شخص آخر في الجهة الأخرى. أنصحكم أن توفروا لهم هذا الشعور. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو ونجحت في إضافة معلومات مفيدة لكم ولكل شخص المعني ببدء البيع في موقع إيباي. جهزت لكم سلسلة فيديوهات مجانية تعلمكم كيفية بدء البيع في موقع إيباي. كل ما عليكم فعله هو الضغط على الرابط المبين تحت الفيديو، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك للفيديو والضغط على سبسكرايب لمتابعة الكثير من الفيديوهات المتعلقة في ربح المال عبر الانترنت. ايضا انصحكم الاشتراك بصفحة الفيسبوك لأكاديمية كامبوست لمتابعة كل ما هو جديد عن مواقع إيباي وامازون. اتمنى لكم النجاح بمشروعكم، ساراكم قريبا، وشكرا لمشاهدتكم هذا الفيديو.